أهلا بكم محبي مسلسل محمد علي، رود إليكم ملخص الحلقة 13. ولكن قبل البدء اشترك في القناة وفعل زر الجرس لتصلك كل جديد. عبد الوهاب بيرفض مشاري لأنه غير عادتهم وتقاليدهم. وعبد الوهاب يقول لشهاب: أنا وصلتني خبر حسين بحب بنتي، ونحن عادتنا وتقاليدنا غير. غازي بيتخلص من رشيد وبيطلب من سلطانة تنفذ طلبه، وبده موافقة أبو موزي، وإذا ما صارت الموافقة ما رح يصير خير مزنة. منيرة بتصرخ وبتبكي وبتحكي لأمها كيف خطفها بالليل وتركها لحالها. من مريم بتحس بسلطانة وبتقول: مينو هاد اللي ببيته بآخر الحارة؟ وبتخاف يرجع ما يلاقيه. بفوزي بتروح لعند الدجال وبدها منها حل لمريم. عبد الوهاب بيحكي على حسين: سلطان بتقنع موزي تخلي امها توافق وتفصل نقد قبل ما يرجع ابوها. عبد الوهاب بيخانق نجلاء لان كذبت عليه وقالت له هي كانت مع رفيقتها. مريم حالتها بسوء وزوجها بيقف معها. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو.